من بعد قرار ترامب بمنع التعامل مع بعض الشركات الصينية من بينها شركة هواوي. شنو مستقبل شركة هواوي وش اللي راح يصير لقدام؟ خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتكلم عن موضوع قرار ترامب وشنو تأثيره على أجهزة هواوي وشركة هواوي لقدام للمستقبل. اللي عندهم أجهزة شنو راح يصير معاهم؟ الأجهزة الجديدة شنو راح يصير فيها؟ عنوان هذا الفيديو: شركة هواوي راح تبيع الطماط من بعد قرار ترامب. طبعا هذا العنوان حطيته بعد ما شفت ان السوشيال ميديا امتلأ بناس تألف وناس متخصصة وتتكلم كأنه واثقة باللي راح يصير قدام. خلونا ناخذ الموضوع مثل ما يقولون على رواقه. ترامب الحين في هذا القرار أصدر قرار بعدم التعامل مع الشركات الصينية، حاط لستة القائمة السوداء من بينهم شركة هواوي. هذا القرار أصلا شوية تضخيم لموضوع كان موجود بالسابق. شركة سامسونج تعاملت مع نفس الموقف وحلت المشكلة. اللي صار مع سامسونج بأن ممنوع سامسونج تبيع أجهزة فيها معالج إكزاينوس اللي يصنع من شركة سامسونج نفسها داخل أمريكا. فاللي سووه شركة سامسونج إن تعاملوا مع شركة ثانية وهي شركة كوالكوم الأمريكية لصناعة معالجات لأجهزة سامسونج فقط داخل أمريكا. فكان في حل الموضوع. ترامب حاليا منع التعامل بالأجهزة المستقبلية وليس الأجهزة الحالية. اللي عندهم أجهزة هواوي راح تشتغل وراح يحصل على التحديثات الأمنية من جوجل، من يوتيوب، من البرامج اللي موجودة عنده، راح يشتغل بشكل كامل إلى جهاز البي 30 برو اللي هو آخر جهاز، كلهم راح يشتغلون وراح يحصلون على التحديثات الأمنية. على كل حال، لتأكيد هذا الكلام وصلني هذا البيان من شركة هواوي الكويت، اللي المفروض إن هي ما تألف أصلا قرار، فهم قاعد يعطوني قرار مبين انه واصل من الشركة الاصلية انه راح تمشي الاجهزة السابقة مثل ما هي. وحتى لو رحت الحين وشريت الجهاز ايضا راح يدعم التحديثات، راح يدعم نظام الاندرويد، راح يدعم البلاي ستور، راح يدعم جوجل كروم، وراح يدعم كل البرامج المصنعة من شركة جوجل. لكن الكلام عن الاجهزة المستقبلية، يعني احنا عارفين ان بشهر 9 في احتمال ينزل جهاز الميت 30. على جهاز الميت 30 راح يبين كل شيء. حاليا امريكا معطي الصين مجال مدة 3 اشهر للتفاوض، يمكن يبون شوية فلوس ويمشي الموضوع وينحل ولا كأنه صار اي شيء. لكن لو استمرت هذه المشكلة فجهاز الميت 30 ما راح يجي على نظام اندرويد، او ممكن ما توصل الى هذا المستوى. نظام الاندرويد هو اوبن سورس، فيقدرون ياخذون شركة هواوي وهم يطورونه لانه هو مفتوح المصدر، بامكان المطورين ان يشتغلون عليه. وشركة هواوي شركة كبيرة قادرة على تحديث هذا النظام. لكن اللي راح يصير بالمستقبل اذا ما دعمت شركة جوجل هذه الاجهزة، راح ينزل نظام الاندرويد ولكن ما راح تلاقي عليه برنامج البلاي ستور، المتجر الخاص بشركة جوجل. وهذه ما تعتبر مشكلة جدا كبيرة لأن هواوي عندها المتجر الخاص فيها حاليا موجود على الأجهزة، فهي مو محتاجة هذا المتجر بالتحديد. ولمعلوماتكم في متاجر كثيرة موجودة بالنت تقدر تتعامل معها شركة هواوي بدون الحاجة أنها ترجع إلى البلاي ستور نفسه. راح يكون في مشكلة مع بعض البرامج مثل برنامج خرائط جوجل، جوجل مابس. راح يكون في مشكلة مع جوجل كروم اللي هو المتصفح اللي انت اصلا ما تحتاجه وما تستخدمه، يمكن تستخدمه ولكن تقدر تستغني عنه. حتى لو شركة جوجل ما دعمت هذا الشيء ونزل نظام اندرويد على الاجهزة القادمة، فراح تقدر تنزل هذه البرامج بملف APK. ولكن لو امريكا شدت بالضغط ومنعت حتى نظام الاندرويد بانه يوصل الى اجهزة هواوي الجديدة، لان مثل ما قلنا القديمة كلها شغالة من أروع ما يكون لآخر جهاز الـ P30 Pro راح يكون شغال على أروع ما يمكن وتنزل التحديثات الأمنية، ماكو شيء يوقف حالياً. الكلام على الأجهزة المستقبلية، لو أمريكا ضغطت زيادة وقررت فرض العقوبات هذه رسمياً على الصين، الحين هم معطينهم فترة، ولكن لو قررت فرض هذه العقوبات راح تضطر هواوي ان تطلع نظامها اللي اصلا هي مسويته، عندها نظام خاص بالهاتف بشكل كامل. بالعكس، بهذه الطريقة امريكا راح تدعم نظام هواوي ان يطلعونه حق السوق ويصير منافس رسمي لهم. الحين هم قاعد يتعاملون مع شركة جوجل ياخذون نظام الاندرويد، لكن لو امريكا فرضت العقوبات هذه راح يطلعون النظام الخاص فيهم، وهذا النظام قريب انه يكون جاهز وهو نظام قوي مو نظام اي شيء. شركة هواوي شركة جدا كبيرة. وترامب سوى له جولة باوروبا وكندا، مجموعة من الدول حاول أن يشيشهم أن ما يتعاملون مع
شركة هواوي، ولكن اللي مبين بالنهاية أن كلهم بيتعاملون معها، خصوصا مع شبكات الـ 5G اللي هواوي جاهزة حاليا لتركيب أبراجها. اللي مبين من الموضوع أن أمريكا خايفة أن شركة هواوي تبيع قطعها على كل شركات التليفونات، ولو صارت هذه الحركة راح تتسبب بخسائر كبيرة كانت تدخل فلوس على أمريكا. مثل شنو؟ راح تخسر شركة كوالكوم لإنتاج المعالجات، لأن شركة هواوي قاعد تبيع معالج كيرن، واحد من أقوى المعالجات الموجودة، وإن كان هو مو الأفضل حاليا، لكن لو توفر بسعر رخيص راح يقلل من قيمة الهواتف وراح تتعامل معها أكبر الشركات. راح تخسر شركة انتل اللي قاعد تصنع أيضا معالجات وقاعد تصنع مودم، لأن هواوي تقدر توفر هذا الشيء. فأمريكا خايفة أن فلوس الشركات الكبيرة بدال لا تظل داخل أمريكا تروح إلى الصين. أما موضوع التجسس وغيره اللي قاعد يدعونه أمريكا هو موضوع غير حقيقي، لأن الحين ما قدروا يثبتون أي تهمة تجسس، وهو فقط كلام على كلام على كلام. بالنهاية احنا ندري ان كل الأنظمة قاعد تسجل وتخزن كل شيء عنا احنا، خصوصا شركة جوجل اللي قاعد تاخذ كل بياناتك وكل شيء مخزن عندك، وشركة فيسبوك اللي قاعد ياخذون كل المعلومات عنك. فقاعدين يبينون للعالم بأن هواوي تبي تتجسس علينا، مو انت قاعد تجسسون على العالم اساسا. فالتخوف مو مبين شنو مصدره، يمكن يبون شوية فلوس عشان كذي عطوا مهلة حق الصين ان تعدل هذا الموضوع، يعني ادفع. على كل حال ما نبي نستبق الاحداث هذه، كلها احتمالات تصير، واحتمال ان ينحل الموضوع وخلاص يمشي. ما له داعي نكبر المواضيع وتاخذ اكبر من حجمها، وهواوي طاحت بالقاع، واكس على شركة هواوي، وترامب انهاهم ويبون يبيعون طماط. التأليف هذا نخليه شوية اجله ونشوف شو اللي راح يصير رسميا. الى الان اجهزة هواوي كلها راح تشتغل بشكل طبيعي، ما راح يتأخر اي شيء، راح تنزل كل التحديثات، راح ينزل كل شيء، ويبين معانا في جهاز الميت 30. كان هذا موضوعنا لهذا اليوم، نوصل للختام، وبسكم تأليف زيادة على اللزوم. كان معاكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامة.